السلام عليكم، وعلى ميعادنا كل يوم سبت فيديو جديد لتعليم الرسم. أتمنى من الناس اللي بتشاهدني لأول مرة تدعم موهبتي. كل ما عليكم هتضغطوا على كلمة سبسكرايب أسفل الفيديو الاشتراك في القناة. إن شاء الله النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نقدر نرسم بالألوان المائية ونكون درجات البشرة. الموضوع سهل وبسيط قوي، كل ما علينا إن احنا ناخد بالنا من الخطوات البسيطة علشان نتجنب الأخطاء في الرسم. يلا بينا علشان نبدأ مع بعض الرسم. أنا كنت عملت قبل كده فيديو لتكوين درجات البشرة، أتمنى إن انتوا تشاهدوه الأول وبعد كده تبدأوا معايا الرسم. أنا طبعا كونت درجات البشرة في باليتة الألوان، وبعد كده ببتدي إن أنا أحطها على الرسم بتاعي. بحط الدرجات بتاعتي حسب اماكن الظل وحسب الاماكن اللي انا محتاجه افتحها، بحط درجه فاتحه، والاماكن اللي محتاجه اغمها ببتدي اغمها اكتر. زي ما انتوا شايفين كده ببتدي احط الدرجات بتاعتي، طبعا هي مش واضحه قوي لان هي لسه ما نشفتش. بالنسبه للناس اللي بتسأل نوع الورق المستخدم في الرسم، انا استخدمت النهارده ورق فابريانو، هو عبارة عن فرخ ورق تقدر انت تقصه حجم كراسة الرسم. في منه ألوان كتيرة قوي، تقدر تختار اللون اللي مناسب معاك وتبدأ ترسم عليه. طبعا الألوان المائية من الألوان اللي بتاخد وقت شوية علشان تنشف، بس طبعا هي مش بتاخد وقت طويل قوي زي ألوان الزيت. حاولوا ان انتوا تخلوا الورقة تنشف الأول، وبعد كده تدوها طبقة تانية لدرجات الألوان اللي انتوا عايزين تبدأوا فيها مع الرسم. بالنسبة للألوان المائية، هي بتحتاج الأول تدي درجات فاتحة وبعد كده تبتدي ان انت تغمق تدريجي. ما ينفعش تدي درجة غامقة وبعد كده تعوز انك تفتح الدرجة دي، لأنها مش هتدي معاك الدرجة اللي انت عايزها. طبعا الأماكن اللي ما نشفتش عندي بتبان علامات كده في الورقة، بس بعد ما بتنشف خالص بتلاقي العلامات دي بتروح تماما وتبان الورقة كلها مية واحدة. لو حسيت ان الدرجة معاك تقلت شوية وعايز تخففها، تقدر تخففها من خلال اي منديل، بتبتدي تنقط شوية كده على الورقة علشان تشيل اثار الالوان الزيادة. بعد ما بتأكد ان الورقة نشفت عندي ببتدي احدد منطقة الحيل زي ما انتوا شايفين كده. حاولوا الفرشة ما تكونش مليانة مية قوية علشان ما تبوظش الدنيا معاكم. بعد كده ببتدي احدد المنطقة الداخلية للعين زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده ابتدي احدد شكل العين نفسها. بعد كده ببتدي احدد منطقة العين اكتر علشان تظهر معايا. كل ما بضيف درجة معينة كل ما بيديني تأثير أكتر مع الرسم. بعد كده ببتدي أحدد منطقة الشعر عندي لحد الوجه ما ينشف، علشان ما ينفعش إن أنا أشتغل عليه وهو لسه منشفش من المية بتاعته، مش هيديني تأثيرات الإضاءة اللي أنا عايزاها في الرسم. فلازم أشتغل على حاجة تانية ما اشتغلتش عليها وأرجع له تاني وأكمل بقية الرسم بتاعي. كده ببتدي احدد منطقة الشعر في الجزء الايسر، طبعا اللون اللي بيتقل معايا ببتدي ان انا اوزعه. ممكن اوزعه من خلال ان انا ابل الفرشة بس بالمية علشان يخف معايا الدرجة شوية زي ما انتوا شايفين كده، او ارجع اخد من درجة اللون التقيلة عندي وابتدي ان انا اوزعها على الدرجات التانية علشان يظهر معايا. بعد كده ببتدي اتقل درجة اللون اكتر زي ما انتوا شايفين كده، بيبتدي يظهر معايا. كل ما ابتدي اضيف الدرجة كل ما يبتدي يظهر معايا الشعر اكتر. بعد كده ببتدي اغمق منطقة الشعر عندي اكتر علشان تظهر معايا. كل ما اضيف درجة كل ما يبتدي اللون يظهر معايا اكتر. بالنسبة للناس اللي عندها مشكلة في تدرج الوان البشرة، تقدروا تعملوا تخلطوا الالوان مع بعضها في باليتة الالوان
وجربوها على ورقة فاضية قبل ما تبدأوا الرسم. حاولوا تخلوا الدرجات تكون متناسقة شوية من بعضها، ما ينفعش درجة غامقة قوي مع درجة فاتحة قوي، لا تحاولوا انتوا تتناسقوا مع بعض في الدرجات. بعد كده ببتدي احدد منطقة العين عندي. طبعا لازم تأكدوا ان المكان اللي انتوا بتشتغلوا عليه ما يكونش فيه مية خالص، علشان ما تختلطش الالوان مع بعضها. وبعد كده ترجعوا تاني تضيفوا درجات للبشرة ودرجات للشعر. المكان اللي بينشف عندك بتبتدي تشتغل عليه، وبعد كده تدخل على المكان اللي بعده وتخلصه. مشكلة الألوان المائية بتاخد وقت شوية، علشان ما ينفعش تشتغل عليها وهي لسه فيها مية. استخدمت النهاردة ألوان غامقة شوية للبشرة للأسف، لأن الكاميرا بتاعتي جودتها مش حلوة قوي، أنا بصور من كاميرا الموبايل، فطبعا مش هتظهر معايا لو كانت ألوان خفيفة. بكده نكون انتهينا من شرح الفيديو النهاردة. أنا عايزاكم تبدأوا ترسموا أي حاجة تخطر على بالكم، لو رسم ارتجالي، لو حد معين عايزين ترسموه. حاولوا تدربوا ايديكوا كتير قوي على الرسم علشان تقدروا ترسموا. أتمنى الفيديو النهاردة يكون نال إعجابكم. استنوني الأسبوع اللي جاي بنصايح جديدة، وما تنسوش تضغطوا على كلمة سبسكرايب أسفل الفيديو الاشتراك في القناة، ولايك لو عجبكم الفيديو، وشير لو حابين تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. شيرين صلاح.